بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازمنا نتواصل وياكم أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام ومتابعينا عبر قناة دبي ريسنج وعلى الهواء بثا مباشرا ضمن فعاليات هذا السباق الختامي لتمهيد المرموم. وتابعت ويانا الشوط الأول، والشوط الأول ذهب مع بنصوغان للسيد عبد الله بن حميد بن كعيب الفلاسي، وشوط المهجنات ذهب مع قصابة للسيد علي بن الصغير للسيد سعيد بن علي بن الصغير العويسي. وها هي انطلاقة الشوط الثالث في الترتيب، وهو الشوط الأول للجعادين الإذاعة المحليات العصايل. وجائزة هذا الشوط أيضا ساعة رصدت للمركز الأول وبقية المراكز حتى المركز العاشر، جوائز نقدية. نتابع مقدمة هذا الشوط وراء الآن في المركز الأول أرى شاهين للسيد هلال بن سهيل المزروعي، وفي المركز الثاني هملول للسيد صالح بن هزيم بن سيف المزروعي، وفي المركز الثالث شاهين للسيد خالد بن سعيد بن محمد الكليلي، وفي المركز الرابع شاهين للسيد عتيج بن عبيد المهيري، وفي المركز الخامس لبيان للسيد محمد بن علي الاجتبي، وفي المركز السادس سراب المركز السادس للسيد سعيد بن شهوان الظاهري، وفي المركز السابع هملول للسيد عبد الله بن حبتور الدرعي، وفي المركز الثامن شاهين للسيد مبارك بن حمد بالقرين العامري، وفي المركز التاسع مزعل للسيد سعيد بن محمد بن معتوق العامري، وفي المركز العاشر عجيب للسيد عبد الله بن مطر بن رفيعه الفلاسي. هذه النتيجة، وهذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط وبالأخص إلى شاهين. شاهين لا زال مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة منذ البداية وحتى هذه اللحظات. شاهين للسيد هلال بن سهيل المزروعي، وفي المركز الثاني هملول للسيد صالح بن عزيم بن سيف المزروعي، وفي المركز الثالث شاهين في المركز الثالث للسيد خالد بن سعيد بن محمد الكليلي، وفي المركز الرابع شاهين للسيد مبارك بن حمد بالقرين العامري، وفي المركز الخامس مزعل للسيد سعيد بن محمد بن معتوق العامري المغامر متواجد مع مزعل في المركز الخامس. المركز السادس شاهين للسيد عتيج بن عبيد المهيري، وفي المركز السابع سراب في المركز السابع للسيد سعيد بن سرور بن شهوان الظاهري، وفي المركز الثامن ظبيان للسيد محمد بن علي الاجتبي، وفي المركز التاسع حملول للسيد عبد الله بن حبتور الدرعي، وفي المركز نشوف المركز العاشر عجيب للسيد عبد الله بن مطر بن رفيع الفلاسي. هذه النتيجة، وهذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى سيد الموقف منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهو يطمح بالساعة وبالناموس وبالسلامات. شاهين للسيد هلال بن سهيل بن سيف المزروعي. للسيد هلال بن سهيل بن عبيد المزروعي لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط، يبي يهدي الفوز والناموس لأهالي مدينة المرموم. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني التسلل من الجانب الثاني هملول يتسلل إلى المركز الثاني للسيد صالح بن هزيم بن سيف المزروعي، وفي المركز الثالث شاهين للسيد خالد بن سعيد بن محمد الكليلي، وفي المركز الرابع مزعل للسيد سعيد بن محمد بن معتوق العامري، وفي المركز الخامس للسيد مبارك بن حمد بالقرين العامري، وفي المركز السادس سراب للسيد سعيد بن سرور بن شهوان الظاهري، وفي المركز السابع نشوف وناخذ اللي في المركز السابع للسيد عتيج بن عبيد بن عاضد المهيري، وفي المركز الثامن شاهين للسيد
السيد محمد بن أحمد بن مايد الخيلي، وأول نداء لشاهين وفي المركز التاسع. المركز التاسع حملول للسيد عبد الله بن حبتور الدرعي، وفي المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر زعبيل للسيد حبيب بن محمود بن حبيب. هذه النتيجة، وبنسير عند شاهين 1600 متر الأخيرة يفصل شاهين وبقية المراكز عن الفوز وعن الناموس. شاهين لا زال مسيطر 3 كيلو و400 مسيطر على مقدمة هذا الشوط، باقي 1 كيلو و600 عن خط النهاية، وشاهين لا زال مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة للسيد هلال بن سهيل بن عبيد المزروعي. شاهين قادم للسيد خالد بن سعيد الكليلي، قادم قدوم قوي أيضا على مقدمة هذا الشوط، ينتقل إلى المركز الثاني. وفي المركز الثالث نشوف وناخ اللي في المركز الثالث، أرى مزعل أيضا يشكل خطورة للسيد سعيد بن محمد بن معتوق العامري. وفي المركز الرابع هملول في المركز الرابع للسيد صالح بن هزيم بن سيف المزروعي. وفي المركز الخامس يا سلام يا سلام شاهين للسيد محمد بن أحمد بن مايد الخيلي صاحب الأمتار الأخيرة، يا سلام يبي يهدي الفوز والناموس إلى هالي رماح. يا سلام على العموم، أرى التسلل من قبل شاهين للسيد خالد بن سعيد بن محمد الكليلي، يتسلل ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، راعي الميدان ما يرضى، رد الآن واستعاد المركز الأول للسيد هلال بن سهيل بن عبيد المزروعي، يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. شاهين في المركز الثاني للسيد خالد بن سعيد الكليلي في المركز الثاني. المركز الثالث شاهين للسيد محمد بن أحمد بن مايد الخيلي، الشعار السماوي على شاهين أيضا قادم بقوة بقيادة صاحب الأمتار الأخيرة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. يا سلام، المعركة شديدة، المعركة طاحنة في مقدمة هذا الشوط. يا سلام، جعادين إذاع محليات يتصارعن على انتزاع الساعة وعن انتزاع الفوز، وشاهين صاحب المجوهرات الثمينة يدفع بشاهين في مقدمة هذا الشوط للسيد خالد بن سعيد الكليلي، يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. شاهين للسيد محمد بن أحمد بن مايد الخيلي في المركز الثاني. أيضا وصل مزعل للسيد سعيد بن محمد بن معتوق العامري، لكن أرى شاهين السلامات تذهب إلى مدينة العين وإلى العاصمة أبو ظبي على ظهر شاهين. تهانينا للسيد خالد بن سعيد الكليلي على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني مزعل للسيد سعيد بن محمد بن معتوق العامري. المركز الثالث شاهين للسيد محمد بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الرابع شاهين للسيد هلال بن سهيل بن عبيد المزروعي. وفي المركز الخامس هملول للسيد صالح بن هزيم المزروعي. وفي المركز السادس للسيد حمد بن مبارك بالقرين العامري. التوقيت الزمني من مخرجنا أبو عدنان، ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية بعدما احتل المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز، قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وقدر 7 دقائق 56 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد خالد بن سعيد بن محمد الكليلي على فوز شاهين بالمركز الأول. تهانينا المضمرة عبدون أيضا، المركز الثاني كان من نصيب مزعل، قاطع مسافة الـ5 كيلومتر في زمن وقدره 7 دقائق 57 ثانية بالوفاء التمام. تهانينا للسيد سعيد بن محمد بن معتوق العامري، والذي وصل في المركز الثالث